منى شعبان عبد العليم، انا اسف، شعبان عبد العليم اتفضل يا دكتور. انا اسف ان انا غلطت في الاسم. اهلا يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل سعادتك. حضرتك انت سامع يعني بيقال ان حزب النور او مجموعه من الجماعات الاسلاميه هي وراء الملصق اللي انتشر، هذا الانتشار الغريب والسريع جدا في خلال يومين ثلاثه. حضرتك يعني انا كان في معرض سؤالي بقول هل ده ممكن يكون حقيقي، واذا كان ايه مغزاه اصلا دلوقتي في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وانبيائه اجمعين. اولا اؤكد في البدايه ان هذا العمل ليس عملا مشينا حتى نتبرأ منه. دي في البدايه حتى لا يفهم البعض انني عندما اقول ان حزب النور لا علاقه له بهذا الشعار، هذا ليس معناه اننا نتنصل من هذا الشعار. هذا الشعار الذي يطلقه بعض المصريين يا دكتور نعم. دكتور بعد اذن حضرتك بس هعمل مداخله بسيطه كده. احنا ما حدش فينا قال انه عمل مشين، احنا من يعني الظاهره وتوقيتها وسرعه انتشارها ده اللي بنسال عليه، لان احنا طبعا ناس حضرتك عارف احنا شعب متدين طول الليل والنهار بنصلي على النبي عليه اشرف السلام. اتفضل يا فندم. عليه الصلاه والسلام. انا ببين لسعادتك في البدايه هذه الحيثيه حتى لا يفهم البعض خطا انني عندما اقول ان حزب النور لا علاقه له بهذا الحدث، حتى لا يفهم البعض انني اتبرأ من هذا العمل النبيل. اتفضل يا فندم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل النبيل. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا هو الأصل أصلا فاضل، لكن أقول لسعادتك أن حزب النور لا علاقة له بهذه الحملة، ولكن البعض يريد في هذه الأيام أنه يلصق بحزب النور أي عمل ويدخله في جملة مفيدة أو غير مفيدة. لكن العمل في حد ذاته عمل قام به بعض المصريين بمحض فطرتهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في هذا يطلق الشعار وده ياخده يصوره على حسابه. يعني هذه فطره في المصريين، ليس فقط في حزب النور ولا في حزب الاحزاب الاسلاميه، لكن في كل المصريين. لكن تسييس هذا العمل هو الشيء الغريب فعلا. الصافو بحزب النور شرف لا ندعيه، لكن حزب النور ليس هو المتصل بهذه الحمله اطلاقا. يعني يا دكتور حضرتك تعتقد الموضوع جاي بشكل عفوي وتلقائي غير مقصود به، يعني تستبعد نظريه ان المؤامره زي ما بيقولوا، او ان حد يقصد به اتجاه سياسي ما حاجه بالشكل ده؟ يعني انت سعادتك تعلم والكثير يعلم اننا في عصر الان فيه نوع من الشقاق او الاستقطاب، وبالتالي اي عمل يمكن تسييسه دون ان يكون له وجه من السياسه. كون انه بعض الاحزاب تقول انه او يقول انها بتنشر هذا العمل لعاطفه الناس، المصريون اصلا عندهم عاطفه اكثر من غيرهم في الدول الاخرى، وحب للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اي مسلم اخر على وجه الارض.